السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ أخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم جايب لكم حل مشكلة الانستغرام. طبعا الانستغرام مشكلته يعلق ويطلعك من التطبيق، طبعا مشكلة تدخل كل شوية بتشوف صور يطلعك تعود تدخل. طبعا شوف الحين بوريك مثلا مثال تجربة، وطبعا هو وقت بس يعطيك وقت كذا ثم يطلعك، ما ادري ليه زي ما تشوفين الحين علق وطلعني. طبعا الحل بسيط جدا، هو الحل مو بنا واجهني بالحالي، واجه كثير وخاصة في التحديث الأخير. الحل هو انك تدخل على السدية وتروح للسيرش، طبعا هذه واجهة السدية، تروح السيرش تكتب INSTAGRAM. طبعا هذا التطبيق او الأداة الوحيدة اللي تحلك المشكلة، هو في السورس حق moodme.com. طبعا الأداة تخلي الواتس مع الانستغرام ما عاد يعلق، تعطي هذه كونفرم، تعطي انستال كونفرم ويثبت الأداة. الحين بعد ما يثبت الأداة نروح نجرب الانستغرام. الحين طيب هذا الانستغرام، طبعا وش نسكر الانستغرام بس عشان هذا الانستغرام. طبعا الحين ما عاد صار يعلق، صار يمديك تشوف الصور حتى لو علق ما يطلعك من البرنامج زي ما انتم شايفين. الحين ما عاد صار يعلق ابدا، وان شاء الله يضبط معكم. وكذا خلصنا، ولا تنسون لايك سبسكرايب، تدعموني بالكومنت وفيوريت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.